هي دي النقطة اللي لازم تكون فاهمها. روحك قلبك هيتذبذب طالما انت مش مستقر، وطول الوقت عمال تقول السؤال ده عندي ومش لاقي له اجابه وسالت فيه، بس انت ما حطيتش قلبك انك تدرس الكلمه. فاكرين الوقت اللي فات الحضر الثلاثات اللي فاتت، وقلت ان بولس ما بيقول لتيموثاوس ركز في الكلام اللي بقوله، بكده الله يعطي لك فهم في كل شيء. رب يهدي لك فهم، بس ركز في اللي بقوله، اهتم باللي بقوله، استمع اللي انا بقوله، ركز فيه يعطيك فهما في كل شيء. قبل ما نقف نصلي، تعامل بحساسية جديدة جدا مع كلمة الله لتكون جواك تديها ثقل كبير، لأن من هنا تخلق الأمور ومن هنا منبع الحاجة.